الإرهاب يضرب من جديد العاصمة البريطانية ومرة أخرى جسر لندن. عثمان خان منفذ العملية الإرهابية والبالغ من العمر 28 عاما، كان قد اعتقل عام 2012 على خلفية الانتماء لخلية إرهابية والتخطيط لعمل إرهابي رفقة 9 عناصر بين لندن وويلز، كما كان قد أنشأ معسكرا لتدريب الإرهابيين بأرض تملكها عائلته بكشمير. أطلق سراح عثمان في ديسمبر من العام الماضي مع وضعه تحت المراقبة. الإرهابي عثمان خان حاول تنفيذ عمليته بسلاح أبيض بعد أن ارتدى حزاما ناسفا مزيفا، لكن لحسن الحظ أن بعض المارة تدخلوا قبل أن تطلق عليه الشرطة النار مما أدى إلى وفاته. من المهم أن نظهر الاحترام للضحايا وعائلاتهم، لقد اعترفنا بذلك، ولقد تم تعليق الحملات الانتخابية، وأوقفت أحزاب المعارضة أيضا الحملات الانتخابية في لندن. نحن لسنا خائفين من الإرهاب، وسنواصل العملية الديمقراطية الطبيعية. إمام مسجد في منطقة لندن بريدج كان أول من وضع الوردة في مكان الحادث مستنكرا الجريمة الإرهابية. أتينا إلى هنا تضامنا مع ضحايا هذا الحادث الإرهابي الذي لا صلة له بديننا الإسلامي، فكنت كإمام مسجد أول من استنكر هذه الجريمة، حيث أن ديننا علمنا أن من قتل شخصا كمن قتل الناس جميعا، هذه جريمة إرهابية لا علاقة لها بالإسلام. اثنان من المارة لقوا حتفهم بسبب الهجوم الإرهابي، ليعاد من جديد الحديث عن الإرهاب ومخاطره، هذه المرة أثناء الحملة الانتخابية وقبيل أعياد الميلاد. عملية إرهابية في عز الحملة الانتخابية البريطانية تطرح عديد التساؤلات، كيف ستتعامل الأحزاب والحكومة القادمة مع خطاب التطرف والخلايا الإرهابية؟ محمد الفنيش، قناة الغد، لندن.